قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم تحركات للاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يسمى سياحة الجهاد، مع تزايد الأدلة على تنامي أعداد البريطانيين الذين ينضمون إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. وقالت الصحيفة إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حثت الاتحاد الأوروبي على التحرك لمواجهة سياحة الجهاد في سوريا، الأمر الذي أدى إلى مفاوضات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تخوفا من شن أولئك المقاتلين لدى عودتهم من سوريا هجمات في أوروبا. وأضافت الصحيفة إن وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية البارونة سعيدة وارسي ذكرت أن بريطانيا لديها أدلة مؤكدة بأن أكثر من 100 بريطاني يقاتلون في سوريا، إلا أن الخبراء أكدوا أن العدد أكثر من ذلك بكثير. وتابعت الصحيفة أن وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني فرانسيسكو مارتينيز فاسكيز أكد أن أوروبا تشهد نوعاً جديداً من الإرهاب يتصف بالتطرف والتدريب الذاتي عن طريق الإنترنت، وهو نوع يختلف بالطبع عن الإرهاب الذي نعرفه، كما دعا إلى انتهاج طريقة مشتركة في أنحاء أوروبا تعتمد على قوانين جديدة من شأنها المساعدة على معالجة مثل هذا التهديد. وأشارت الصحيفة إلى تزايد القلق الأوروبي مع تنامي أعداد المقاتلين الذين يتدفقون إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب المجموعات المسلحة، حيث أعدت أوروبا بقيادة بريطانية مبادرة للتصدي لهذا الخطر تتضمن عدة ضوابط، منها اعتبار السفر للمشاركة في الجهاد خرقاً للقانون، وحظر منظمات بعينها، وتجميد حسابات مصرفية، وترحيل بعض الدعاة، وقد تصل تلك القيود حد وقف الإعانات الاجتماعية. وكان مدير مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية تشارلز فار كشف في مقال نشرته صحيفة التيليتيغراف البريطانية مؤخراً أن مئات البريطانيين من خلفيات عرقية مختلفة يقاتلون داخل سوريا في صفوف جبهة النصرة المصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة، كما حذر من خطر عودة هؤلاء البريطانيين إلى بلادهم. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون